آخ منك سركان. أهلا وسهلا حبيبتي. معقولة ما بدك تقولي لي الحمد لله على سلامتك؟ أخذت اللي بتستحقه. يلا قولي اللي عندك بسرعة. يعني بدك يعني أدخل بالموضوع دغري. طيب ليك بالمختصر، أنا بعرف إنه البنت اللي بالبيت ما أنا حالها. شكلها قعدتك بالسجن ما وقتتك كتير وصرت عم تحكي حكي فاضي. انت ممثلة ممتازة بس مع كل أسف ما بتقدري تضحكي علي لأني حافظ شرايينك. أنا نادر، أنا ماني جاي اسمع هذا الكلام التافه. تمام ليك، قبل ما يقتلك سركان اطلع من حياتنا واتركنا بقى. أنا ما رح موت شوليا. أي فعلا السيئين بيطولوا كتير ليموتوا، بس بتمنى تروح على جهنم بوشك. لو كنت مكانك كنت راجعت عن هالحكي، لأنه مو من مصلحتك لا أنت ولا سركان إني موت ولا بأي شكل. هذا أكتر شي بتمنى يصير هلأ. بتمنى أنا أخذ روحك قبل ما يعملها سركان. أنتوا ما رح تقتلوني وما فيكن تعملوا هيك شي، لا انت ولا ابنك. وعلى فكره مو بس هيك، انتوا رح تعملوا كل شيء بتقدروا عليه لحتى اضل عايش، لانه اذا انا متت مستحيل تعرفوا مكان هاندا. انت شو قلت؟ مثل ما سمعتي، اذا كنت حابه ترجعي تشوفي هاندا مره ثانيه فلازم تخليني عايش. شو عم تعملي هاندا؟ جهنشو؟ ليش قاعدة هون هاندا؟ يعني ليش مانك معهم؟ لأنه عم بيحكوا حديث خاص وما بدي أقطع. هاندا لا تكذبي علي، أنا شفتك أول شي راح قدير، كنت قاعد بعيد وشفت كل شي، وبعدين أول ما طلعت شولي أنت لحقتيها. ما لحقتها أبدا. معلش تقولي لي أنت شو مخبي عني؟ وطي صوتك. معناها اشرحي لي، خبريني كل شي عم يصير. أول شي احكي لي شو قصة قدير بالتفصيل، لأنه بصراحة ماني مصدق ولا كلمة قلتيها، مشان هيك احكي لي الحقيقة. طيب ماشي رح احكي لك كل شي، بس هلأ روح من هون وبعدين بحكي لك لو سمحت. ليش؟ ما بيعرفوا إنك هون صح؟ لو سمحت روح هلا. قولي لي انت من شو خايفه؟ طيب ماشي خلينا نروح سوا. يلا خلينا نمشي. فهميني من شو خايفه؟ ها ممكن تشرحي لي كل شيء عم يصير معي؟ خلينا نمشي. ليكي لا هاندا؟ جينجو؟ خير انتو شو عم تعملوا هون؟ كنت عم اسألها نفس السؤال. احكي هاندا شو مخبي عنا؟ جينجو اهدى شوي ابني. بابا انا وياك قلنا حكي على انفراد، دورت عليك طول اليوم. شبق ايدك شو صاير معك؟ ولا شيء، حالس صغير مؤقت. يعني مشان هيك اختفيت؟ انا كنت بعرف بهالشي بس ما خبرتك مشان ما تتضايق. بكفي ولك بكفي حاج تكذبوا علي. شو شايفيني ولد صغير ولا مفكريني غبي؟ ها هلا بدكم تخبروني كل شيء عم يصير. ايه هاندا خلينا نبلش من عندك. هاندا انا شو انتي؟ احكي انتي شو مخبيه؟ اهلين شو؟ حادث شو؟ مين؟ كيف؟
طيب بأي مشفى؟ أنا جاهي فورا. شو الموضوع؟ جيرين أميني عملوا حادث بالسيارة. طيب معناها خلينا نروح. نادر أنت لوين رايح هلا؟ حديثنا ما خلص لسه. إذا صار كان شافك رح يقتلك فورا. أنت رح تحميني مرتي. ميني وجيرين كوردولو عملوا حادث وجابوهن لهون. بتلاقيهم بآخر الممارغ غرفة رقم 108. ميني؟ كيفك بنتي؟ ها؟ أنتي منيحة؟ صار لك شيء؟ لا أنا منيحة. وين أمك؟ بهديك الغرفة. بابا؟ أنا عن جد آسفة كتير. كل يلي صار بسببي. ليك لو سمحت أنقذ أمي، لا تخلي صار لها شيء لو سمحت. طيب ماشي، لا تاكلي هم، لا تخافي، كل شيء رح يكون منيح. يعطيك العافية دكتور. أنا زوجة لجيرين، شو الوضع؟ ميني والمدام وضعهم منيح وما في أي خطر على حياتهم. فيني فوت شوف شيء؟ أكيد فيك تفوت، بس ممكن تخلي الصغيرة تستنى برا. روحي عدينيك حبيبتي، ماشي؟ انطريني لبين ما اجي. يلا سيد ساركان، يا ريت لو تكون زيارة قصيرة شوي. شغلة تانية، مع الأسف المدام جيرين خسرت البيبي، بعرف إنه الوضع حساس. وبعرف إنه الموضوع صعب بالنسبة لك، بس لازم توقف مع مدام جيرين. لازم تحمد الله إنه بنتك نجت من الحادث بشوية كدمات. الحمد لله على السلامة. طمنيني عنك، ها؟ موجوعة شي؟ راحت، ما ضل في بنت. رح تطيبي وترجعي أحسن من قبل كمان. تأخرت كتير. أنت دايماً متأخر على كل شيء. لو سمحتي خليني أكون جنبك. إذا كنا مع بعض وقت رح نقدر نتجاوز كل شيء بسهولة، ومنقدر نجيب ولد مرة تانية. بوعدك إني ضل معك دائماً وما أترك إيدك أبداً، صدقيني جيرين، بوعدك بهالشي. أنت تأخرت كتير لحتى تمسك لي إيدي. إلي سنين طويلة أنا وعم حاول أمسك إيدك ساركان، بس أنت شو عملت؟ وأمك كمان شو عملت؟ كنتوا دائماً تضغطوا علي. أنا حاولت أخذ مينة وبعد عنكن قد ما فيني. كان بدي إياها تكون بعيدة عنكن وعن كل الكذب والوساخة اللي عندكن، مشان هيك أنا أخذتها. ليك شو اللي صار؟ راحت بنتي مني، بنتي ماتت. وليش؟ كل هذا الشيء بسببك أنت، بس لأني خفت عليها وحاولت هربها منك. كل اللي صار هو بسببك، كل الحق عليك أنت ساركان. كل هذا اللي صار بسببك أنت. بنتي خلاص ماتت، ما بقى موجودة. ميني حياتي، انت منيحه حبيبتي؟ صار لك شيء؟ انت منيحه؟ وين امك؟ امي بهي الغرفه وبابا عنده. طيب حياتي مرقت على خير، لا تخافي. تيتا. يا حبيبتي انا اسفه كتير. ليش يا عمري؟ يعني لو أني من الأول سمعت حكي ماما ما كان صار هالحادث من الأساس. تقبري قلبي شو حنونة. معقول هيك شي حبيبتي؟ اللي صار مو بإيد حدا،
فهمتي؟ أوه. طيب جيرين طولي بالك هلأ، اهدي حبيبتي، رؤي ماشي؟ بعد عني، اترك ايدي، اطلع لبرا، اطلع، اطلع لبرا، لك اطلع، اطلع لبرا، انت واحد مجرم، انت مجرم، انت قتلت بنتي، انت قاتل، قاتل. ساركان، شو وضع جيرين؟ شو عم يعمل؟ ساركان انا جيت لهون لاطمن على جيرين. ساركان اهدى بس. بعد احكي معه شو ليا. لا تجيب سيرة امي على لسانك مرة تانية، احسن ما قلتلك. ساركان بكفي، خبري باللي كنا عم نحكيه. رحيتك لك، روح نادر، روح. منحكي بعدين بالموضوع، منحكي بعدين. ماشي امشي. ماشي بتفهم انك متضايق، بس بابا ما له علاقة بهذا الموضوع. بنوب شو عم يحكي؟ شو قصده؟ رح خبرك، رح خبرك كل شيء. خالي شوليا، في شيء أنا ما بعرفه؟ متعلق بالشركة شيء؟ جينجو، للوقت وللمكان مناسبين لهذا الحكي، ما هيك؟ كازم وينك؟ رد على موبايلك بسرعة. ساركان، ساركان خلص اهدأ ابني. ساركان خلصنا. اهدأ. ساركان شو عم تعمل؟ خلصنا بقى ابني، خلصنا. شبك شبك طلع فيني. قلي كيف صارت جيرين؟ خسرنا البيبي امي. شو؟ خسرنا البيبي. خلص اهدى. نحن خسرنا البيبي. اهدى ابني، خلص اللي صار صار، اهدى يا عمري. خلص اهدى حبيبتي. اسمعيني، هاش تبكي بكفي حبيبتي، اهدي ولا بقى تبكي. انا ما بيهون علي شوف العيون الحلوين عم يبكوا ابدا. كل اللي صار بسببي أنا، وهلأ أختي ماتت كمان، على الأغلب أمي ما بقى بدها تشوفني. يعني معقول هالحكي؟ نحن كلنا منحبك، يعني أنا بحبك وأمك بتحبك وأبوكي بحبك، كلنا منحبك كثير. بس أنا ما كنت أخت منيحة، ما كنت أخت منيحة لأختي أبداً، حتى أنه أختي ماتت بسببي ما بظن في حدا رح يحبني بعد هلأ. لا حبيبتي، ما ماتت بسببك، اللي صار قضاء وقدر. أنتي عم تقولي لي هيك مشان ما أزعل، عم قلك أختي ماتت اليوم. يا ريتني سمعت من أمي وعملت مثل ما طلبت. مستحيل ترجع تحبني بعد هلأ، أصلاً ما حدا رح يحبني، هنن ما عاد بدهن ياني. طلعي فيني شوي. أنتي ما بدك أبوكي أمك يزعلوا بنوب، ما هيك؟ بدك ياهون يكونوا مبسوطين. كيف بدهم يكونوا مبسوطين وقت اللي بتكوني مبسوطة وعم تضحكينا بيكونوا مبسوطين؟ مشان هيك لا تزعلي. انتي عم تضحكي علي، ما حدا رح يحبني بعد هلأ أبدا، يعني أمي ما رح تكون موجودة، رح تتركني وتروح وبابا رح يروح، ما حدا رح يبقى معي أبدا. شو نعمل؟ بدك اتصل بليلى حابة تحكي معه؟ لا أنا ما بدي أحكي معه، أصلاً هي ما لها أمي الحقيقية، بس ظلت عم تكذب علي. اللي لي لشوف شو عم تعملي هون وليش إجيتي؟ إجيت لأخذ الشيء اللي إلي. ساركان صح؟ لا ميني. شو قصدك أنتي؟ شو عم تخبصي هلأ؟ اللي صار اليوم هو التخبيص بذاته، أني ضل بعيدة عن ميني، لأنه ميني بتكون بنتي. كيف يعني؟ إذا مو ليلى معناتها عمتي؟ ممكن تاخديني على البيت هلأ؟ أكيد رح أخدك، بس أول شي لازم أخبر أبوكي وأمك. لا ما في داعي. ليش؟ شو رح تعملي بالبيت؟ بدي طب أغراضي وبعدين رح روح لعند ستي. أنتي بتحبيني شي؟ معناتها بدي أطلب منك طلب صغير، وعديني إنه تعملي. أول شي بدنا نروح لعند أمك، لازم تعتذري منها لأنك ما سمعتي كلامها، تمام؟ بس هي ما رح تسامحني. برأيي رح تسامحك، لأنه الأمهات والولاد ما بيتزعلوا أبداً.
ماشي، خلينا نقول إنه غلط، اعتذرنا وهي ما سامحتنا، بس أنا متأكدة رح تسامحنا، وإذا ما سامحتنا بوعدك روح معك على البيت تاخدي أغراضك وروح لعند تيتي، اتفقنا؟ تمام، معناتها هلأ شو نعمل؟ بالأول بدنا ناخد نفس طويل وبعدين بدنا نروح نشوف ماما. ولا وريني ضحكتك الحلوة؟ يلا. خير، شو بقى رجلة؟ حادث صغير. طبيعي يصير معك حادث لأنك عم تشتغل عند عائلة كوردوغلو. بدي تلاقي لي أورهان فورا. اسمعني كتير منيح سيد كاظم، من اليوم ورايح ما بقى فيك تأمرني. شو هالحكي الفاضي؟ هاي رسالة الاعتراف اللي دورت عليها. هاي الرسالة تبع حكمات؟ وين لقيتها؟ مثل ما بتعرف هو كان أبوها لخيال، لقيناها بغراضه. اللي بحب لك يا إنه الله أعطاني فرصة من شان نظف كل الأغلاط اللي عملتها من قبل. شو بدك؟ أغلاطنا مستحيل تنغفر كاظم، نحن اخترنا نكون سيئين ورح نتعاقب على هالشي بهالدنيا وبالآخرة كمان. بكفي، حاجتك مسخرة. شو بدك؟ الرسالة اللي معي ضمان لحياة كنتي وحفيدي. قل لشوليا إنه تبعد عنهم وإلا رح تعيش وجع خسارة الابن. شو دخلني؟ روح أنت وإلا. شو بدك مني؟ ما ضل عندي وقت كاظم، وقبل ما موت حابب إني أمن لحفيدي وكنتي حياة منيحة وما بيحتاجوا فيها حدا منه. أنا راح أعطيك طريقة بيقدروا فيها كنتك وحفيدك يعيشوا مثل الملوك لآخر العمر. وشو هي الطريقة؟ ما إنه شي غريب عنا، في واحد لازم تخلصنا منه. ساركان ابني، جيرين رح تكون منيحة، لا تاكل هم. على فكرة لو كنتي عم تنزلي دموع كنتي وقت رح تكوني مقنعة أكتر. ما فهمت. حاجة بقى حركات بلا طعمة. اتنيناتنا منعرف انك ما بتحبيها لجيرين بنوب. شو هالحكي هاد ساركان؟ كيف بتخلي هداك الحقير يجي لهون؟ ها؟ على فكرة قلت له ما يجي. لا تكذبي علي أمي، حاجة كذب بقى. أنت اللي أنقذتي هداك الحقير؟ لا، أصلاً ما كنت بعرف بالموضوع. وطبعاً اشتريتي كاظم، أساساً ما حدا غيره بيعرف بهذا الموضوع. عم قلك أنا ما أنقذته، بس لو طلع بإيدي كنت عملتها. مو منشان أحمي هداك الوسخ اللي اسمه نادر، كنت رح أعمل هالشي منشان ما خليك تعمل جريمة. أمي ما عم بفهم ليش لهلأ عم تحميه، بس يكون بعلمك أول ما تطلع جيرين من المشفى رح أقتله فوراً. عم تفهمي علي؟ لا ما فيك. انبلا فيني ورح تشوفي كيف. لنشوف وقتها إذا رح تقدري تخلصي. صدقني لو طالع بإيدي كنت قتلته اليوم قبل بكرة. معناها ليش عم تحميه؟ ليش عم تحميه؟ ما عم بحمي، بس ما فيك تأذي. ليش ما فيني أذي؟ ها؟ ليش؟ شو لسه مخبيه عنا؟ شو اللي بخليكي تنسي تنتقمي لبنتك؟ لا، لأنه هو قال إذا قتلتوني وقتها ما رح تعرفوا المكان اللي عايشي فيه هاندا. بابا، أنت بأي أوتيل؟ اللي لأجي لعندك. عمتي؟ يا ترى بيقدر عمو جينجو يجي معنا لعند أمي؟ إيه أكيد بيقدر. ليش؟ يعني إذا كنا كتار أمي ما رح تقول لا، مشان هيك بس. حبيبة قلبي، أمك مالا معصبة منك بنوب يا روحي، وأساساً ما في داعي نكون كتار، فيك تروحي لعندها لحالك لأنه هي بدها تشوفك. بس بتروحي وبتعتذري لأنك ما سمعتي كلامها، ما هيك؟ بس إذا حبيتي بقدر أحكي مع جينجو.
شكله مشغول بشي مهم لهيك برأيي بلا ما نضايقه. ماشي، بس مع هيك انتي رح تكوني معي صح؟ اي طبعا حبيبتي رح كون معك. معقول اتركك لحالك؟ وهلا اضحكي لشوف، وريني هالضحكة الحلوة، خلي ماما تشوفك مبسوطة. طيب بابا ماشي، احكي بسرعة، انت بأي اوتيل قاعد؟ ابني انا منيح لا تاكل هم، بس بدي ريح راسي شوي، فيا ريت تفهمني. بابا مشان الله حاج تلعب معي. شو قصتك مع عيلة كورد اوغلو؟ ليش قاعد بوتيل؟ ليش مانك ببيتك ومع مرتك؟ مثل ما قلت لك حابب ريح راسي شوي. بابا ساركان من شوي كان رح يقتلك. عم تحكي وكأنك ما بتعرف ساركان، في شوية قصص ما قدرنا نحلها بالشركة، فوقت صار الحارس تبع جيرين فشخ الأوفيني. يعني ما رح تحكي لي؟ قلت لك شو اللي صار. ماشي على راحتك، بكل الأحوال أنا رح أعرف الحقيقة. دورك تحكي هاندا، خلينا نشوف إذا رح تحكي الحقيقة ولا لا. عمو جينجو أنت رح تساعدني ما هيك؟ إيه طبعاً حبيبة قلبي. ليك هلأ أنا رح روح لعند أمي وأعتذر منها لأني ما سمعت كلامها. مو معقول. كيف يعني؟ كيف ممكن يصير هيك شيء أمي؟ أمي طلعي، مستحيل هالشيء، مستحيل، ما هيك؟ أمي مستحيل هيك شيء، وأنت بتعرفي مو أمي؟ هداك الحقير عم يكذب لحتى ينقذ حاله. ما بعرف كيف يعني ما بتعرفي أمي؟ يعني الدكتور اللي أخذناها لعنده قال إنه هاندا ماتت بالعملية، وأنا وياك كنا موجودين وقت اللي صارت القصة، ما حدا فينا شافها. أنت ما تجرأت تفوت تشوف أختك وهي وميتة، أنا كمان هيك، نحن ما قدرنا نواجه غلطنا. يعني ممكن يكون هالحكي صح؟ جاوبيني أمي، ممكن أختي لساتها عايشة؟ يعني ما ماتت؟ ها؟ معناها كاظم بيعرف، بس ليش لحتى يخبي عنا هيك شيء؟ لا ما بظن كاظم بيعرف شيء عن الموضوع. وانت من وين بتعرفي هالشيء؟ انا عرفت المكان اللي اندفنت فيه هاندا. كيف يعني؟ شفتي؟ ايه. انا قلت بلكي حابه تشوفي بنتك، بلكي. انت شو قلت؟ كيف عشتي كل هالسنين؟ كيف قدرتي تتحملي شوليا من دون ما تشوفي قبر بنتك، من دون ما تلمسي تراب قبرها؟ كيف تحملتي؟ معقول ما خطر لك ولا مره تسالي انه وين دفنتوها؟ ها؟ بس هذا كان اخر همك ما هيك؟ بالوقت اللي كانت بنتك بالعمليات عم تنزف سلمتيها لكاظم. لا تخافي، ما في حدا غيري بيعرف بيهزم اللي بنتي هون. شي انت واقفة فوق قبرة، أبرى لهاندا بعيوني. المفروض إنه كاظم بيعرف هالشي، بس أنا عرفت هالشي من حدا تاني ساركان، يعني كاظم هو اللي خبره بالمكان. طيب معناها كيف ممكن تكون عايشة بعد كل هاد؟ بالحقيقة ما بعرف، يعني كنت مفكرة إنه كاظم حل هذا الموضوع لحاله، بس نادر كمان بيعرف المكان. ما عم بفهم أمي بصراحة، ما عاد فهمت شي بنوب. وأنا ما عم بفهم، ملكي كانت لساتها عايشة. في طريقة واحدة لنعرف، أنت خليكي مع جيرين. ابني لو سمحت لا تروح،
لازم أعرف إذا نادر عم يقول الحقيقة ولا لا. أمي لا تخافي، ما رح أقول له، على قليلة لنتأكد من هالشي. ما نقدر حق شي معك. لا ما رح تروحي لمكان، رح تضلي مع جيرين وميني هون، لا تتدخلي بشغلي ماشي؟ خلص تركيني حل الموضوع بطريقتي الخاصة. بس أنا سركان. طيب لو سمحت دير بالك على حالك. ماشي كل شي رح يتصلح، لا تاكلي هم. في شي مهم كتير لازم خبرك يا بخصوص ميني. مو هلا، بنحكي بعدين هندا. بابا شو قال ساركان؟ ولا شي. شو صار هلا؟ وبابا كمان ما رح يسامحني. معقول هالحكي؟ هلا انتي بتعرفي شو قال لي ابوكي؟ ما بتعرفي. طيب رح قلك شو قال لي. قال لي اليوم المساء اذا رجعت على البيت وكانت قلبي وشها بهالشكل رح اجي وشدها من ايدنا لحتى تضحك. قال لي هالحكي بسرعه هو وماشي، بس قاله والله، قال لي رح اشدها من ايدنا اذا بتضل هيك. ميني؟ برأيك عمتك ما بتستاهل زقفة بعد هذا التمثيل؟ بدك تقتل هداك الزلمة، لازم يعرف شو يعني إنه يخونني. رد على الموبايل كاظم يلا. برأيي رد، رح يضل عم يتصل. ايه ساركان بيك، انت وينك كاظم؟ ليش ما عم ترد على التليفون؟ كيف بتخلي نادر يفلت من بين ايديك؟ اسمعني، ما رح ارحمك اذا لعبت علي. نادر اشترى واحد من رجالك سيد ساركان، هن نصبوا لي فخ وتصاوبت. كيف يعني اشترى؟ مين هو؟ واحد من الحراس. تعال على الشركة بسرعة. لا تواخذني بس ما في اجي هلا. كيف يعني ما فيك؟ لازم بالاول لاقي اللي ضحكوا علي وحاسبهم، بعدين بجي. رجاء اعطيني شوية وقت. هلا انا مضطر سكر، لا تواخذني. برأيك صدق؟ أنت خربت أهم شغل عند الزلمة بعد كل هالسنين. نص المبلغ صار بحسابك والباقي بس تخلص شغلك. تبرو صار، بس عندي سؤال، من وين عم تجيب المصاري؟ الفضول الزايد مو شي منيح. أنت لاقي أورهان وخلصني منه ولا تتدخل بالباقي. اتفقنا. رح اتصل فيك. جيري حابة ضل حالي شوي، ممكن تطلعي لبرا؟ بنتي أنا ما بعرف شو بدي أحكي، بس عن جد كتير زعلانة. ما نكون مضطرين تمثلوا علي أبدا. أصلا ليش أنتوا ممكن تزعلوا على أي شي بالعالم غير على حالكم؟ بعرف إنك معصبة ومعك حق، بس لا تنسي جيرين، البنت اللي خسرتيها هي كمان كانت حفيدتي. وبعرف منيح انه انت موجوعه
موجوعة كتير من اللي صار، كتير. بنتي أنا بعرف إنه قلبك عم يحترق، حتى إني بعرف كتير منيح شو يعني أم تخسر ابنها. يعني أنت عم بتقولي يا الله خدني أنا بدل ما تاخد ابني مني، بتحسي إنه قلبك عم يتقطع من جوا على قد ما إنك زعلانة، بس مو طالع شي بإيدك. أنا كنت مستعدة أعطيها روحي بس ما يصير أي شي عليها، كان بدي أضل عايشة. بعرف حياتي، بعرف، بس الأمهات لازم يكونوا أقوياء. أخي بترجع. تعال هون، وين هربانة؟ لك عمل لك وقفي. الله اهدى ابني. كاظم تعال بسرعة، كاظم الحقنا. ساركان، ساركان بسرعة يا كاظم الحقنا. الله يخليك أخي. ساركان عم اقول لك احكي، يلا بسرعه احكي. ساركان احكي بسرعه، بدك احكي. ساركان احكي، مين اللي عمل فيكي هيك؟ احكي لي مين اللي عمل فيكي. ارجوك اهدى او بتبحك. والله والله بتبحك. ما فيني، والله ما راح فلتك من ايدي. لا تحكي، كفي. ما بدك تحكي، والله بخنقك بين ايدي. والله بتبعد عني. خلص تعال هون، وين رايحه؟ وين بدي اياكي تحكي؟ هلا هلا بدي اياكي تحكي. بدك احكي. الأمهات مجبورين يدفنوا دموعهم ووجعهم بقلبهم وما يورجوا لحدا. يعني نحن ما فينا نروح مع اللي خسرناهم، مجبورين إنه نتحمل ونكون أوائل نكمل مع اللي ضلوا عايشين بهالدنيا. أنا ما عندي ولد تاني. حياتي بلا في عندك بنت، مين هي بنتك انت؟ الام بس اللي بتجيب ولد على الدنيا، هي بحاجتك اكثر من اي وقت وناطرتك حتى تشوفك. هي كانت متحمسه كثير ليصير عندها اخت صغيره. بعرف حبيبتي، الله كريم رح يصير عندها، لا تاكلي هم. ليكي انا هلا حكيت مع الدكتور تبعك، قال فيك تروحي على البيت. هداك البيت؟ حياتي ما بدي اعتراض أبداً لو سمحتي. ليكي هذا الشي رح يفيدك كتير، وبوعدك أني أنا رح دير بالي عليكي. أنا موجوعة كتير، صدقيني تأذيت كتير. بعرف بعرف حبيبتي، بعرف. يا ترى انتي عن جد زعلانة على وحدة غيرك؟ ولا كيف فيكي تتصرفي بهاي الطريقة؟ إلا إذا كنتي عم تبكي على الشي اللي عملتيه شولية، مين انتي؟ ملاك ولا شيطان؟ وينك هلا كاظم؟ وينك؟ فوت. وين هاندا كاظم؟ ها؟ وين أختي؟ أنت شو عم تقول؟ عم قلك وين هاندا؟ سيد سركان أنت بتعرف؟ أنا ما بعرف شي بنوب، مو أنت أخذت جثتها؟ مو أنت اللي دفنتها؟ إيه. ليك كاظم، لا تخليني أعيد السؤال، عندك فرصة واحدة، هاندا لسه عايشة ولا هي ميتة؟ ميتة، أنا دفنتها بإيدي هدول. معناها ليش هداك اللي اسمه نادر عم بيقول إنه هي لساتها عايشة؟ سيد ساركان أرجوك اسمعني، هذا الشيء مستحيل يا سيد ساركان. أنا ورجيت المدام مكان القبر، دفنتها عبد الجرف الصخري. اللي أنت لك علاقة بنادر؟ ساركان بيك، أنا بحياتي ما غلطت معكن وما رح أعملها. شو إلي شغل مع زلمة حقير مثلها؟ ما بعرف، هذا اللي بدي أعرفه منك. يعني واحد مثل كاظم كيف بيترك نادر يهرب؟ هو اشترى واحد من رجالنا، قلت لك هالشي، عملوا لي فخ وتصوبت. حاولت اني اركض وراهن بس ما قدرت. اذا كنت عم تكذب علي، هالشي كان فخ من اورهان ونادر. ايه، او اذا سالتني ليش حتى نادر يعمل هيك شي فصدقني ما عندي جواب. واذا ما كنت مصدق حكي ابدا،
كود أوصني، هيك أهون علي. بدك تأخذني على قبر أختي فوراً كاظم. بتريد شي تاني نادر بيك؟ لا شكراً كتير. يا ساركان أخ، لو ما كنت ابني من لحمي ودمي ما كنت سامحتك وكنت دفعتك تمن هالشي. شو عم تعمل هون؟ شكلك نسيت إنه هاي شركتي؟ على فكرة أنت واحد حقير وتافه. سيد ساركان هذا عم يستفزك. اهدى شوي ابني، إذا كنت نسيان خليني ذكرك، وإذا كنت حابب إنه تشوف أختك مرة تانية فأنت مجبور تعاملني باحترام. وينه؟ ليك ساركان، ليك يا ابني، لحد هاي اللحظة أنت عم تاخد كل شي بدك يا بكل سهولة، بس عندي نصيحة إلك من قبل ابنه. اللي بيشعل النار أول شي بيحرق حاله، اللي بيتصرف هيك مع عدوه يا بصيب يا بخيب. على فكرة أنت تجاوزت حدودك، لعاب إذا بدك، بس مو واضح مين اللي رح يفوز بالآخر. خلينا نشوف هاي النار مين اللي رح تحرق بالأول. برافو علي، انت نجحت، تستاهل مصاري. استني شوي حبيبتي، خليني ساعدك. تعي انزلي عمالي. اوه استني شوي، راسي عم يوجعني. يا ترى معقول نكون استعجلنا؟ كان لازم تبقي يوم تاني. مدام شولية اساسا راجعة على هذا البيت غصب عني، لهيك بلا هالحكي لو سمحت. طيب ماشي، كأني ما حكيت شي. تعي جولين. صادقة مدام جيرين، هاتي ايدك. الحمد لله على السلامة ست جيرين. جهزي تخت المدام جيرين مشان ترتاح. يلا تعي مين نروح على غرفتك. حبيبتي عمالك. تمام عمالك. بشوفك بعدين، شكرا كتير. هاندا ما رح تروح لأي مكان، لسه ما خلصنا حكي. ماشي منحكي بس مو وقتها هلأ. الظاهر ما رح يجي الوقت المناسب هاندا، يا هلأ يا لا. ليش عم تتصرف هيك؟ تعي يلا. وين دفنت لأختي؟ قلي. هون ايه. سيد ساركان ليش اجينا لهون؟ لا تعمل هيك بحالك، يلا نرجع. حفير هون. كيف يعني؟ عمل لك حفير هون كاظم. رجاءً لا تطلب مني هالشيء. أنا مجبور لأتأكد، عم تفهم؟ يلا حفير. ليش لساتك واقف؟ إذا ما حفرت أنا رح أحفر. Thank you.
انت ليش عم تتصرف بهالطريقة؟ عم احكي باللغة اللي بتفهميها، شو ما عجبك؟ انا ما عم بفهم، شو قصدك؟ عم اكذب؟ ما بتحبي قدير لما يعمل هيك؟ انت مين انت؟ انت مالك هيك؟ انا نفسه هاندا، معناها انت بتحبي العالم اللي مثل قدير، وبما انك قررتي تتزوجي فجأة. طيب وقف، انا بدي انزل. لا ما في تنزلي، لا تتضايقي من حكي هذا. وقف. شايف ما في كنت بعده عن بعض؟ ماشي وقف، انا بدي انزل. اول شي بدك تخبريني كل شي هاندا، قلي لي انت ليش لحقتي امك؟ ليش كنتي عم تسمعي حكيهم؟ قلي لي شو مخبي عني؟ انا بدي انزل، عم قلك وقف السيارة. ما في نزلة من السيارة قبل ما تجاوبي على سؤالي. قلي لي ليش فجأة قررتي تتزوجي قدير؟ ليش عم تلعبي بمشاعري بهي الطريقة؟ انا بدي انزل، ممكن توقف السيارة لو سمحت؟ لو سمحت. عم تضحكوا علي؟ خلص بكفي، قلتوا لكوا هالعاشق الاهبل ما هيك؟ وقف، خبريني الحقيقة. ما في نزلة من السيارة قبل ما تجاوبي على اسئلتي. وقف السيارة، عم قلك وقف. هاندا، هاندا شو عم تعملي؟ هاندا، 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 لك حاجة جنان، وقفي هاندا. لك شو بك يا أختي؟ كنت راح أضربك. اطلع اطلع بسرعة. هاندا، هاندا وقف. لك يا مجنونة، أنا آسف. غوليزار؟ إيه، لسه ما فتحوا ورداتك الجداد يا حبيبتي، ولا ما حبيتي هذا المكان؟ رح غير لك مكانك بعدي. اوه يا عيني، شو حلوين هدول الوردات، ما شاء الله كيف مفتحين بجننوا. ايه يا الله ما احلاهم. زهرة، ليش هيك دبلانة يا حبيبتي؟
حتى أنه صار لك كم يوم ما حكيتي معي. إن شاء الله ما يكون صاير معك شي يا بنتي. إيه؟ أمي. أوه زهرة، شو صاير معك يا قلبي؟ وجهك مو عاجب. جيت لعندك. أهلا وسهلا يا بنتي، حكي لي شو صاير. اشتقت لك. وأنا كتير اشتقت لك يا روحي. يلا تعي خلينا نفوت لجوا قبل ما حدا يجي ويشوفنا مع بعض. يلا امشي امشي. يلا قوة المصاري أكبر من قوتك أنت على فكرة. ليك مثلا كيف واحد جبان مثلك بيعمل اللي بدي إياه بدون ما يخاف؟ ليش؟ من شو بدي خاف؟ من كاظم. تخاف من كاظم مثلا؟ عن جد مانك خايف إنه يمسكك كاظم؟ نادر بيك، لو نحن منخاف من الموج ما كنا ركبنا بالسفينة. نحن تجاوزنا هذا الشعور من زمان. لهالدرجة طلعت بتحب المصاري؟ قد ما أنت بتحب حياتك يا نادر بيك، بس أنا إلي فضل عليك وعلى حياتك. إيه وشو يعني؟ هاي أخذت ما قبيله مصاري. لا تنسى هالشي. إيه أنا أخذته بالكامل، بس أنا أعطيتك أكثر من ما أنت أعطيتني. عن إذنك. قديشك واطي وحقير. قدرنا نكون مطاردين كل العمر بالأخير نموت يا أرهان. امسكي يلا اشربي. اسلم. شو صاير؟ يلا احكي لي بقى، صاير معك شي مو منيح يا زهرة؟ لا، فكرت إني رح أنجح وما نجحت. كنت مستمرة بالكذبة بس ما عاد فيني، ما عاد قدراني أكمل هالكذبة. يا الله الكذب قديش صح. والأصعب من هيك إنك تكذبي على شخص حبك وفتح لك قلبه. حاسة كأني صرت حاملة هموم الدنيا كلها مثل الجبل على ظهري، وأنا بسبب هالشي ما عم بقدر أتحرك. زهرة بكفي عناد يا قلبي. ليكي أنا عايشة هون وكل يوم إيدي على قلبي يا بنتي. خلينا نبعد. خلينا نروح قبل ما يصير لك شي مو منيح. ما بقدر. يعني انت شو رح تستفادي اذا عرفتي شو صار مع هاندا؟ حتقدري توقفيهم عند حدهم؟ امي بتوقع هاندا لسه عايشه؟ عايشه؟ انتي مشان هيك متضايقة؟
معناتها البنت رح ترجع وانت خلص شغلك، فأكيد رح يخلصوا مني. لسه ما رجعت، عم قولي يمكن يعني أنا لحقتها لشوليها والتقت مع نادر وحكوا، وأنا سمعتهم هن إنه عم بيحكوا. إيه وشو سمعتي يعني؟ عن شو كانوا عم يحكوا؟ آه استني دقيقة، معقول شوليا عم تخبي كل هالسنين إنه بنتها عايشة؟ هي عم بدور عن هالقصة، يعني أنا ما بعرف عن شو بالضبط حكوا، لأنه أنا كنت بعيدة عنهم، بس نادر قال لها إنه إذا بدك تشوفي هاندا بقدر ساعدك. بتوقع شوليا ما بتعرف شي. طيب بركي أنت سمعاني غلط. لا زهرة، رح ترجع تفوتي حالك بالمشاكل. أمي أنا ما سمعت غلط، لأنه نادر قال لها إذا بدك تشوفي هاندا بساعدك، وشوليا توترت وخافت، في شي صاير بس أنا ما بعرف شو هو. بنتي اسمعيني بترجاكي. ليكي الكذب مثل السم، بيخلص لك عمرك على البطيء. مثل السم؟ ايه بعرف، خلاني اخسر قطعة مني، بس بدي كمل. هدول الناس غريبين وجواتهم ظلام، وبدهن يجروكي لعندهم وما رح يشفقوا عليكي. ترجاكي يا زهرة خلينا نروح من هون. ما رح يصير شي. ليكي أنا عم ببكي لأني إجيت لعندك وشفتك، وأنتي بتخافي وقت تشوفيني هيك، بس ما في شي بيخوف صدقيني. بس يا زهرة أمي أنا مضطرة أني أكمل هالشي، كيف بدك يعني أعرف إنه هاندا عايشة وروح؟ مين؟ يمكن قدير. لسه ما خلصت؟ لا ما في شيء هون. كيف يعني ما في شيء؟ ما في شيء سركان بيك، جثة هاندا مو هون. شو يعني ما أنا هون كاظم؟ هي المفروض تكون هون بس ما لقيت شيء. لك شو يعني لازم تكون هون؟ لازم تكون هون هيك. مين؟ مين يلي قال لك نادر بيك؟ كاظم احكي وإلا رح أدفنك هون. ساركان بيك مو أنا. شو يعني مو أنت؟ مو أنا يلي دفنت أختك. مو أنت اللي دفنتها؟ لكن مين؟ طلبت من أبوها لخيالي ساعدني. لك أنت كيف بتسلم أختي لحدا تاني؟ قلي شو أعمل؟ ما إجا من قلبي. لك شو عم تقول أنت؟ يعني عم تقول انك انت احسن مني؟ عم تقول انه هذا الشيء السيء ما حدا بيعمله غير انا؟ بعرف انا غلطت، بس هو رجع جابني لهون وفرجاني وقال لي انه دفنه. شوفي لسه كذبات تانية كاظم، قول. عم اقول لك يا بيك انا ما قدرت، وهو وعدني يتكفل بالقصة. شكله ما تكفل فيها ولا دفنه، الله اعلم وين بيكون حطها لاختي. لا ساركان بيك هو مستحيل يعمل هيك شيء. كاظم شو لسه مخبي عني؟ قلي انت بتعرف الحقيقه ما هيك؟ انا ما بعرف شي تاني يا بيك. كاظم لا تكذب علي، اللي هاندا لساتها عايشه ونادر اللي مخبيها مو؟ ما بعرف والله ما بعرف. شو يعني ما بتعرف كاظم؟ انت اخر واحد شفتها وانت اللي طلعتها من البيت. وين اختي؟ اختي وينها؟ وشو اللي عملتوه فيها؟ يا انجلا بقى تتصل بترجاك. ريحة السمك فاحت بكل البيت بس بيستاهل. امي ما بدي اكل، مو جاي على بالي. اوه
زهرة، معقول يعني؟ خلينا نقعد ناكل لقمة سوا بعد كل هالشهور يلي كنا فيها بعاد عن بعض. وقدير اشتغل كتير بالمطبخ. شوفوا لي هالسمكات شو زراف، بالله شوفوا، جبتن من أحسن محل على البحر، دوقوا بس. اي سلم إيديك. استغفر الله، يلا تعالوا قبل ما يبردوا. شوفوا شوفوا، زهرة تعالي ناكل قبل ما يبردوا السمكات الطيبين، يلا يلا تعي. هلكن شغلة؟ ليكي بتعرفي امي شيرمين تذكرت شغله بتضحك وقت شافك جينجو لزهره بفستان العرس، وقف مصدوم صار يطلع تطليعه غريبه. وقت فرط الضحك عليه لهالاجدب والله ما راح منظره من بالي. ليش الضحك؟ ها؟ ما فهمت شو صار لتكوني زعلتي لاني حكيت عليه؟ اتضايقتي ما؟ شو صار؟ شوفي زهرة، غيرتي رأيك مشان الزواج؟ ما؟ احكي بصراحة. طول بالك قدير. ما عاد أدران طول بالي أمي شيرمين، نحن شو عملنا له؟ تفانا على كل شي، قلنا رح نتزوج وانتهى الموضوع. هدي ابني هدي. ماشي بس حاكية أنت، شوفي نظراتها وطريقة كلامها، خليها تركز حالها وترجع عقلها لراسها. عقلي براسي، رح نتزوج خلصنا بقى. احكوا مع بعض باحترام. طيب شو بدي أحكي معه هاد؟ طيب بما أنه رح نصير نحكي مع بعض باحترام، خلينا نبلش أول شي بشغلة. اسمعي، طيب امسكي البسي لي هالخاتم مشان نعرف نحكي مع بعض منيح، لا تطلعي فيني هيك. يلا البسي. ماشي رح ألبسه رح ألبسه. ها آها شوفي شو حلو عايدة. ما عاد تشلحي لها الخاتم بعد هلا، ولوين ما بتروحي وحتى لو رحتي على هداك البيت او غيره بتضلك لابستي. اتفقنا؟ خلصت. لا زهره نحن الاثنين لازم نكون متفقين، وانا بعمل لك شو ما بدك بس انت روقي، ومثل ما انا معك منيح كوني معي منيحه. ليش عم تحكي معي هيك قدير؟ كانك توقعت زياده. انا وقح؟ والله انتوا اللي خليتوني جن. ليكي أنا بكرة رايح ورح أخذ موعد من مكتب الزواج، ماشي؟ رح هلون يعطوني موعد مستعجل، خلينا نتزوج ونخلص من هالقصة بقى، اتفقنا؟ فهمتوا؟ عم بحكي معك، ردي علي. يلا أفهمت، يلا روح روح. أفهمت أي مني؟ إن شاء الله صحة وهنا. آه جيرين خانم، ليش ما أنك أكل شي؟ ما بدي. بس ما بصير تضلي هيك بلا أكل. قلت لك ما بدي أكل، ولا بقى تجيبي لي أكل بدون ما أنا أطلب. حبيبتي أنا ما قدرت أحميكي، أنا كتير آسفة إذا أنا مو قدرانة أحمي حالي من هدول الناس السيئين. ماما بترجاكي حاج تبكي، أنا بزعل كتير وقت شوفك هيك عم تبكي. أي أنا بعرف إنه هذا غلطي، أنا مو عارفانة رح يصير هيك، بترجاكي تسامحيني يا أمي بترجاكي. ما عاد تقولي لي أمي، أنا ماني أم حدا أبداً لك، إذا اللي ببطني مات أنا ماني أم حدا. اطلعي من هون اطلعي. اطلعوا من حياتي، اطلعوا من حياتي كلكن. مين يا حبيبتي؟ شبكي زعلانة يا روحي؟ اه شوفي امك قالت لك شي ضايقك؟ لا
ماما ما قالت لي أي شيء، هي بس تعبانة وما عم تقبل تاكل شيء. أنتي كان بدك اليوم تنامي جنب أمك؟ لا مو هيك القصة أبدا، أنا زعلت على أختي اللي ماتت. يا روحي أنا ما بكيت قدام أمي مشان ما تزعل أكتر. حبيبتي لا تزعلي يا روحي أنتي. ليكي بكرة أمك بتطيب وبترجع بتجيب لك أخت تانية، ماشي؟ لا تخافي حبيبتي. عن جد تيتا؟ طبعا أكيد. ليكي بكرة الجيرين بس تطيب راح نوقف قدامها هيك ونقلها إنه نحنا بدنا حفيد، منقلها إنه بدنا أخت لميني، اتفقنا؟ وبركي ماما ما سمحت لي نقي اسم لأختي الجديدة. طبعا رح تسمح لك. يلا هلأ روحي غسلي لي هالوش الحلو وزبطي لي حالك، وأنا رح روح أحكي مع أمك، برجع لعندك ماشي؟ ماشي. تمام. قديش الإنسان هو وصغير بيكون قلبه نظيف، وكيف بس يكبر بيتحول لوحش. جيرين خلص يا بنتي بكفي حاجة تبكي، شوفي حالتك كيف صارت، ما بينفع هيك كمان ما عم تاكلي شي. ما بدي اكل. تمام فهماني انك ما عم تتقبلي الاكل، بس هيك ما بصير، لانه انتي لازم تديري بالك على صحتك بنتي. ليش؟ ليش لدير بالي وانا ماني حاسة بهالحياة؟ ما رح موت اذا ضليت بلا اكل. لا تقولي هيك بنتي، فترة صغيرة وبتصيري أحسن. ساركان وينه؟ ساركان صار عنده شغل ضروري، رح يخلصه ويرجع على البيت دغري، بعد شوي بتصل فيه. أساساً ساركان بضل مشغول ودائماً عنده شيء أهم مني. لا بنتي عن جد هو عنده شغل ضروري. لا بأولويات ساركان أنا دائماً بطلع آخر شيء. أنت هيك عم تظلمي كتير لساركان. أنا أسفة بدي أرتاح، تركيني لحالي. وينك لهلأ يا زلمة؟ ما عملت يلي قلت لك عليه؟ عملت، أعطيني المصاري. وين البنت؟ عن شو عم تحكي؟ عامل حالك كأنك ما بتعرف، عندها مانا مدفوني هون. شو عم تقول؟ كيف يعني مانا هون؟ شو عم تجدب علي؟ يلا طلع الرسالة وأراها لشوف. استنى شوي، اهدأ. ليكا، خد أراها. أنت أراها. أنا حكمة جديزلي، بشتغل عند الست شوليا كورت أغلو ومرتي بتشتغل معي. تركلي على المقطع وقرالي المقطع تبع لابر. هاندا إيه، هذا الاعتراف أنا لازم اعترف فيه من شان ريح ضميري. أنا بريء، أنا ساعدت بالتخلص من جثة البنت يلي اسمها هاندا بمساعدة شخص اسمه كاظم كان بيشتغل معي بنفس البيت. هو طلب مني إنه أخذ البنت لبرات المدينة المنطقة فاضية ما فيها حدا وإدفنها هنيك من دون ما حدا يعرف، هو هيك طلب مني. شو بدنا نعمل هلا؟ مو نحنا، أنت يلي رح تعمل، رح تدفنها مطرح ما قلت لك. وأنت ما رح تجي معي؟ لا ما رح أجي، أنت حل القصة فمان؟ عمل مثل ما قلت لك وفكر ببنتك خيار صغير. كاظم بيك أنا ما بجي من قلبي أبدا، البنت إلها أهل، بترجاك لا تأمرني أعمل هيك. خلص حكمات، عمل مثل ما قلت لك، هذا زنبون، لا زنبي ولا زنبك، نحن موظفين عندهم منعمل مثل ما بيقولوا. شو هالورطة هي؟ حكمات ما عمل مثل ما طلبت منه والقبر فاضي. طيب هاندا وين لك؟ انت قريت الرسالة منيح؟ بركي كاتب فيها شي تاني؟ لا مو كاتب شي تاني.
هاندا عن جد أنا بعتذر، بعرف إني ضغطت عليك كتير، بس كيف هيك فجأة بتقولي لي إنك رح تتزوجي قدير؟ ما عندي ولا شيء أحكي، أصلاً أنا اللي بدي أعتذر. ليك واضح إنه في شيء أنت مو مخبرتيني إياه. اسمحي لي كون جنبك، خليني ساعدك. ما بقدر. عيونك ما بتكذب هاندا لو شو ما كذبتي. لا تخافي، والله أنا جنبك وما حدا بيسترجي يقرب منك أو يأذيكي. هاندا هاد من قدير؟ أنا وقدير رح نتزوج. كيف فيكي تعملي هيك؟ لك كيف بيجي من قلبك تعملي فيكي هيك؟ أنا ما عم بفهم هاندا. خلص رح نتزوج، حتى إنه بكرة رح نروح ناخد موعد. لا تسألني عن شي بنو، امشي. إلي أنا عم تقلي لي روح؟ بعد كل شي حلو صار بيناتنا؟ كيف بدك يعني روحه كأنه ما صار شي؟ لأنه نحن مالنا لبعض، ولا رح نكون ما منقدر. ليش هاندا؟ ليش 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 ما منقدر نكون لبعض؟ هلا بدك تقرري، يا ما فوت لجوا بخبرها لشوليا بكل شي وبقلها وين مكان أمك، عم تفهمي؟ وبحكي كل شي قدام هذا الأجذب جينجو حبيب البيت. رح تخرس ولا لا؟ اخرس وخلص. ما رح تكوني لحد غيري أبدا، خليلي هالشي بعقلك الصغير، خليه براسك منيح، عم تفهمي؟ شو سكتتي؟ تتصرفي ولا كأنه صار شي؟ خليكي عقلي وهادية، اسمعي الكلمة، يلا فوتي لجوا وقيسي لي بدلة العرس. لا تضلي ساكتة هاندا، احكي شي، ليش بدك تتزوجي لقدير؟ لأني مجبورة. هاندا رجعي بترجاكي، ارجعي وتطلعي فيني، انت بتحبيني هاندا. وهيك تطلعي وراكي زهرة، اذا التفتي ما رح تروحي ابدا. لا تروحي، بترجاكي لا تروحي. مضطرة اني روح، سامحني هاندا، انا ما بقدر بدونك. انت بدوني رح تكون مرتاح، انت حابب الكذبة جينجو مو حاببني إلي، انا مجرد كذبة. وقفي، انت مانك هاندا، لانه هاندا حبيبتي ما بتعمل فيني هيك. ما كانت تركتني لحالي، ما كانت مشيت بدون ما تلتفت علي. لا تتركيني لحالي، ما فيني اتحمل هالوجع مرة تانية.
sesim çıkmaz anla halimden yaram çok derin kanar her yerinden merhem yoktur cümle alemde soran olsa kar gözlerimden nereye gideyim nasıl edeyim Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma bekle duyana kadar Gidenlere kanıp sen de meyletme Giden gitsin sen kal ölene kadar Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma, bekle duyana kadar Gidenlere kanıp sen de meyletme Giden gitsin, sen kal ölene kadar Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma, bekle duyana kadar Gidenlere kanıp sen de meyletme Giden gitsin sen kal ölene kadar Lal olur ardın bakarken Zamanı yok ki her ayrılık erken Gönlüm yorgun nasıl çare bulsun Diğer yarımı bulmuşum derken Nereye gideyim nasıl edeyim Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma bekle duyana kadar Gidenlere kanıp sen de meyletme Giden gitsin sen kal ölene kadar Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma, bekle duyana kadar Gidenlere kanıp sen de meyletme Giden gitsin, sen kal ölene kadar Benim senden tek bir dileğim var Otur yanıma, bekle duyana kadar أنا تركتك زهرة تركتك أنا ما بستاهل أي شيء أنا شخص مو منيح سرقت حياة شخص تاني أنا وحدة كذابة حتى هو ما عم بيستوعب إنه أنا مالي إنتي حبكم كان كبير وبريء كتير كان بريء كتير سامحيني هاندا شو ما كان قصدي يصير هيك أنا بس كنت بدي أعيش ما كنت بدي أسرق منك حبك صدقيني أنا رح أتزوج قدير وأطلع من حياته هلأ رح يجن رح يزعل بس وقت ترجعي وين ما كنتي أتمنى تكوني بخير
بتمنى انك تسامحي. أنا آسفة. أمي؟ سركان؟ شو عم تعملي هون؟ أنت منيح ابني؟ أمي أنا ما عاد أتحمل. ما عاد أتحمل. رحت على قبر هاندا. شو؟ رحت على قبر أختك؟ إيه. بس ما لقيتها فيه. القبر كان فاضي. معقول فاضي؟ يعني الكلام اللي قاله نادر مزبوط؟ ما بعرف بس ما لقيناها هنيك. القبر فاضي. هاندا يعني هاندا لساتها عايشة؟ عن جد عايشة؟ مستعد بدفع كل شي عندي لحتى تكون عايشة. صدقيني بدفع عمري أمي. هاندا بس كيف هيك؟ يعني أنا شفتها بعيوني وأنت كمان كنت هنيك. يعني كاظم حملها وأخدها جثة. مستحيل أنسى المنظر. إيه أمي بعرف أنا كنت هنيك. والله كنت هنيك بس ما عاد فهمت. هي مانا هنيك. القبر كان فاضي. حكيت مع كاظم شي؟ أمي كاظم ما دفنها. شو؟ كيف؟ يعني كيف ممكن يعمل هيك شي؟ حكمت. هو قال له لحكمت مشان يدفنها. كاظم ما كان وقت اندفنت. آه لهيك حكمت ومرته ما سألوني وين ممكن تكون هاندا. وليش برأيك ما سألوا؟ أنا عملت كل شي بقدر عليك كرمالك أنت. طيب روقي هلأ يلي صار ماشي. كاظم مخبي شي ونادر كمان. أنا لازم أعرف كل شيء أمي وبدي لاقي أختي. رح لاقيها لهندا. لاقيها. عمتي؟ معقول سمعونا؟ عمتي انكسر الإزاز. شو عم بيصير؟ كنتي عم تتسمعي علينا؟ بابا فاتت الإزازة بقيت عمتي. انتي منيحة؟ انتبهي حبيبتي في إزاز بسيطة. لا تخافي بسيطة. بنتي أعطيني إيدك. قومي تعي. عمتي انتي منيحة؟ منيحة ما فيني شي. يلا ما في شي لا تخافي. عم تشربي حليب؟ فرجيني سخنتيه منيح؟ لا أخدته لماما. بركي إذا شربت الحليب بتتحسن بسرعة. برافو عليك. تعالي نعطيها إياه. أمي ليكي جبت لك حب. ماما نايمة حبيبتي. منجي بعد شوي. شو رأيك انتي تشربي؟ بس انا عملت لها يا لماما وحطيت لها شي بقلبها مشان تطيب بسرعة. عسل؟ لا حطيت لها حبي. امي عطول بتقلي هيك. الحب بيفيد كتير حتى للعالم السيئين كمان. ما حب بابا
بركي أمي ما شربت الحليب. بلا بتشرب. هي رح ترجع تحبني مثل قبل صح؟ حبيبتي الأمهات بيحبوا أولادهم بكل الأوقات. بس هي ما لها أمي الحقيقية. ممكن ما ترجع تحبني. لا شو هالحكي؟ أمك بس متضايقة شوي حبيبتي. بابا مين أمي الحقيقية؟ شو يعني مو ناوية تنامي هلا؟ أعطيني الحليب لحتى أشربه. لا بابا لا تشربه، أنا عملته لأمي لو سمحت. طيب بس تشرب ماما الحليب رح أعطيه فورا، حطي لها الكاسة جنبها. عم توجعك؟ لا. بدك نروح على الدكتور؟ لا ما في داعي، هو جرح صغير ما في داعي أبدا. كيف صار هيك دخلك؟ يعني في شي ضايقك؟ لا دقيت بالبرواز بالغلط وبعدين وقع على الأرض وأجيت لمه مثل ما شفتي. وقع بالصدفة عند باب غرفة أخوك ما؟ كنت عم تتسمع علينا؟ لا بلا، عندك فضول مو هيك؟ بدك تعرف شو عم بصير. عندك فضول تعرف شو عم بصير هون. لاحظت انك ما بتحبي كتير لنادر، بس ما في مشكلة لا تخافي منه. بفهمك، يعني انت قلقانة علي مو هيك؟ منشان هيك انت لحقتيني. انا فكرت انك معصبة من نادر بيك، كنتي مزعوجة وقلت بركي بتكوني بحاجتي. لا انا ماني بحاجة حدا ابدا، عم تفهمي علي ولا لا؟ انا بقدر اتخطى كل شيء، انتي ما تشغلي بالك. واذا صار شيء بخصك انا ساعتها بخبرك. تمام؟ تمام. انتي بس اهتمي بحياتك الحلوة، هيك بيكون احسن إلنا كلنا. فهمت علي؟ تمام. لا تشغلي بالك. سلامتك. لحظة، صرتي أحسن مو؟ أحسن. شوفي إذا وجعك شي كأنه وجعني إلي كمان، تذكري هالشي. إيه صارت أحسن. شكراً، تصبحي على خير. وأنت من أهله. وين ما كنتي يا بنتي تعي، بترجاكي تعي وخلصيني من هالعذاب كله. كمان ما أكلت شي؟ أي أكل؟ ما خلتني فوت على الغرفة حتى. شو عم تعمل يعني رح تموت حالة من الجوع؟ يعني قلت هالقليلة بفتح البرادي لتتهوى هالغرفة شوي، ما خلتني أبدا. عم تتعذب كتير هالمسكينة. والله معك حق، مرق عليها كتير لهالمسكينة. يعني هالمرة ما إلها زمان كتير فاقدة ابنها، وهلأ كمان زوجها تركها لحالها وراح قعد لحاله بغير غرفة. هالزلمة ما عنده إحساس، حمل حاله وطلع من الصبح وما سأل. شيل هدول من هون؟ اي شيليهم. شو هالقصة هاي؟ ألو نعم. بايرام انت وين؟ بالبيت في شي؟ أعطيني عنوانك جاي لعندك. شو بدك بعنواني؟ مالي نايم كل الليل. ايه
شو دخلني أنا؟ شو بقدر أعمل لك يعني؟ حاجة مسخرة، مو أنت لقيت رسالة حكمت بهذا البيت؟ إيه، معناتها أكيد في شغلات تانية مخباية بالبيت. مثل شو يعني؟ شو بيعرفني؟ يمكن أسهر أو اعتراف جديد. والسيد ساركان راح يضل متهمني وملاحقني، أنا لازم لاقي شيء يبعدني عن الشبهات. طيب راح أبعت لك العنوان. لما يكون في طريقة، فكري يا زهرة، أكيد في طريقة. أنت لازم تخلصي من قدير. ألو. ألو حبيبتي، وينك يعني؟ مو جاي؟ لسه في ساعة للموعد، بعد ساعة أنا بكون هنيك. إيه بعرف في ساعة، بس قلقت عليكي، قلت لحكيكي وطمني إذا جاي ولا لا. قلت لك أنا بعد ساعة بكون هنيك. بعد كم ساعة رح تكوني عندي بالبيت؟ شو هالأسلوب اللي عم تحاكيني فيه؟ يا بنت رح تصيري مرتي أنت. ليش كثرة الحكي؟ قلت لك بعد ساعة بكون هنيك. طيب ماشي، بعد ساعة بشوفك لتان، ومن بعدها ما عاد تفارقيني ولا ساعة. كيفك فيها؟ حسابك بعدين يا زهرة. شو لوين رايحة بنتي؟ عندي كم شغلة بدي أعملها وأرجع. استنيني وأنا كمان رايحة، منروح سوا، شو رأيك؟ بس أنا مستعجلة كتير. طيب كيف صارت إيدك؟ منيحة أصلاً، الجرح كان صغير. تبهي على حالك ماشي؟ جيرين. شو هالغرفة هي يا جيرين؟ طقس كتير حلو برا. شوفي كيف. لا تفتحي بنتي، ليش هيك عم تعملي بحالك؟ أنا تعودت على العتمة بهالبيت من زمان كتير، يعني الموضوع ما رح ينحل إذا فتحناهن. جيرين، بعرف إنك معصبة كتير من ساركان، بس هو عنده شغل وكتير عم بحاول إنه ما يقصر معك. إيه صح مبلا. ليكي، يعني أنا ما بقدر أخذ محله، بس اسمحي لي كون جنبك واهتم فيكي هلأ، ممكن؟ ما مليتي من دور الملاك البريء كل هالوقت؟ جيرين، حتزعليني منك هيك؟ أنا قرفت منكن. بدل ما عاملي حالك حماية حبابة، روحي قولي لمينة مين بتكون أمها. اسمعيني، أنا عم بسكت لأني مقدرة وضعك، بس أنت هيك تجاوزت حدودك كتير. عن جد؟ مانك متعودة تسمعي الحقيقة بإذنك مو هيك؟ بعد كل هالوساخة يلي أنت فيها لسه إلك نفس تمثلي؟ تبهي جيرين، شكلك نسيتي حالك مع مين عم تحكي، ما حدا جابرك تضلي هون. إذا لهالدرجة كرهنتي، احملي حالك واطلعي من هون، ولا تخافي ما حدا رح يركض وراكي. أنا ما عم أفهم، طالما حكمت ما دفن هاندهار، ليش كتب هيك رسالة؟ يمكن هالرسالة تكون تمويه مثلاً؟ حتى ولو هيك، شكله كان بده تنكشف الحقيقة.
شو ناطر؟ تحرك، يمكن ترك أثر أو دليل وراه. يا أخي كل شيء موجود هون من زمان وقديم كتير، ولو كان في شيء كنت لقيته. وين غرفة كنتك؟ جوا. تحرك. وهي مرقت ساعة، هلا منشوف زهرة إذا في براس عقل ولا لا. وهي مرتي الحلوة إجي. شوفوا لي على هالجمال. زهرة! شو هالوش؟ فرديها بقى. دوقي دوقي لأمي، والله أطيب سندويشة بتاكليها بحياتك. بس لأمي دوقي. خلينا نخلص اللي بدنا نعمله بسرعة، عندي شغل. شبك؟ أهلي خيال. خيال؟ اسألي اسألي لنشوف مراد إذا صار منيح ولا لا. دقيت لك بس ما قدرت أوصل لك، انشغل بالي. شو صار معكم؟ هاندا نحن رجعنا. رجعتوا؟ إيه والله اضطرينا إنه نرجع. ما عملنا العملية. ليش؟ طلع في مشكلة بالقلب اللي لقوه، طلع في تشوه بالنسيج. طيب شو رح تعملوا هلا؟ حطونا على قائمة الانتظار لنشوف شو رح يصير. كيفه مراد؟ طيب كيف بده يكون؟ كيف صار؟ وينكم انتو هلا؟ عالطريق راجعين عالبيت. طيب انا جاي لعندكم. عطيه البشاره خبريه، قال لي انه اجينا ناخذ موعد ورح نتزوج اليوم. انه ملاقيه مناسبه هلا؟ شو عم يقول قدير؟ حددتوا يوم العرس؟ ما فهمت. ببقى بقول لك بس اجي لعندك. هاندا جينجو عم يوصلنا، رايحين هلا فورا على البيت. جينجو؟ ليش ما خبرني كنا رحنا مع بعض؟ ولك من وين رجع طلع لنا جينجو؟ ما راح يحل عنا بقى هالزلمه. شو؟ طيب خيال انا لازم سكر ورح اجي لعندك، اتفقنا؟ طيب ماشي حبيبتي. هاندا رح تجي مع هداك الزلمة؟ ما بعرف. أنا لازم أمشي. لوين؟ رايحة لعند خيال، شو ما سمعت؟ قبل ما نحدد يوم العرس ما في روحة من هون. في شغلات بالحياة أهم بكتير من موعد عرسك السخيف هذا، فهمت؟ جينجو رايح معك مو؟ أول ما سمعتي صوته رايحة دغري معه، ما هيك ست زهرة؟ ما لقوله قلب لمراد، شو ما بتفهم أنت؟ أي وشو بيعرفني إذا ما كنتي عم تكذبي؟ ما بهمني إذا صدقت ولا لا. روحي لقلك ست زهرة، روحي. أنا بعرف كيف رجعيك. رح جن، رح جن. أكيد ترك شي أثر وراه ولازم لاقيه. يا أخي ما في شي، ما في. وين الشنطة يلي لقيت فيها الرسالة؟ ما في شي بهالشنطة، كلها أوراق بلا طعمة. خبى الرسالة بالجيبة جوا، ما فيها شي مهم. مو قلت لي ما فيها شي؟ روح جيبها. إذا كنت عم تخبي شي والله لقيتلك. فهمت عليك، بس لا تعيط. كان ناقصني انت. تفضل سيد نادر. قاسم وينك انت؟ ما في حدا بالشركه كلها. وشو لي امانه هون؟ وسار كان ترك المناوبه وحمل حاله وراح. شو عم بيصير؟ انتو شو اللي عم بتخططوه من ورائي؟ لا يا سيد نادر، بس مو عندي امور شخصيه. لا تخليني اغلط معك بالحكي. حطيتك قنبله ببيت عيله اغله وما في حدا اعتمد عليه غيرك. شو اللي عم بيصير؟ ما بعرف، أنا رح حل أموري واهتم بهالقصة. كاظم أنت شكلك ما عم تفهم، كأنه أمورك الخاصة وأشغالك ما بيهموني أنا. أنت خدام عندي، أعرف لي شو اللي عم بيصير وارجع خبرني فوراً.
أمرك سيد نادر. بسرعة وإلا بسلط عليك ساركان. بس أخلص من هالقصة على خير رح خلي الكل يدفع الثمن. خد فتشها منيح، يمكن يعطوك فوق راتبك راتب هالرجال كمان. شو هالحكي الفاضي هاد؟ ما في شيء هالشنطة، وراء تقاعد حكمة وتقارير طبية وهيك شيء، والباقي بلا طعمة. قلتلك أنا، قلتلك أنه تارك أسهر وراه. شوف شو هاي؟ عقد إيجار. لمين؟ وين؟ حكمة عامله. شوف ليك التاريخ، هذا تاني يوم وفاة هاندا. بيكوز تعرفوا لهالبيت؟ لا ما بعرفه. معقول حكمة كان مستأجر هالبيت إله؟ يمكن استأجره لإبعاد عن شوليا. معناتها ليش ما سكن فيه؟ وضل هو جنب شوليا بعد الحادثة؟ ليش ما انتقلوا؟ أو يمكن ما كان مستأجره إله حتى. مشان هاندا. امشي، العنوان ليكو واضح، منلاقي جواب بهداك البيت. اليسار لو سمحت. ايه ماما حبيبتي. زهرة شوفي، انا ما منيحة ابدا يا بنت. شوفي امي، انا دخلت وقعت وما عم بقدر اقوم، فيكي تجي بسرعة يا بنتي؟ طيب انتي روقي ولا تخافي ابدا، رح اجي فورا لعندك. يلا بدي روح على غير مكان، بس فيك تستعجل شوي. روح من على اليمين. ممتاز. لك ايه شو هالتمثيل بحياة الله؟ اقسم بالله انه بزقف لك على الواقف، بيطلع لك اوسكار، بس انت اهم من الاوسكار. قدير، كنا مضطرين كتير لنعمل هيك، يعني حسستني بالذنب بدون سبب، واكيد زهرة هلأ خافت كتير. امي شيرمين لا تقولي هيك بحياة الله، انت رجعتي مشان زهرة، وبعدين رجعتي زهرة لزوجها. قدير شو بكي؟ مو مستاهلة نكبرها لأدلة القصة، انت كذبتي كذبة بيضة. الكذب ما فيه أبيض وأسود، الكذب كذب. طب شو كان لازم نعمل؟ مضطرين يعني؟ نحن ما لنا هيك بس مجبورين، يعني كنا منترك بنتك بين إيدين هالعيلة. بس أنا ما بدي صب الزيت فوق النار يا ابني. ايه لا، اسمعوا على هالحكي، والله أنا متضايق وراح طق. أمي شيرمين أنا مو مثل ابنك؟ يعني ما فكرتي أبداً إنه هالشاب زد حاله بالنار بس كرمال بنتك؟ ما فكرتي إذا ما كان هو المسؤول عن بنتك مين رح يكون مسؤول عنها؟ طيب أنا كل همي إنه أخذ زهرة ونهرب من هون ونروح. ممتاز، كلياتنا رح نهرب، رح نهرب بطريقة وما رح يلاقوا لنا أثر بعدها. تركيها على قدير أنتي. جدو مراد حبيبي، جدو ما بيعرف انه اجينا. ماما
فايت حرامي على البيت. وقف وقف. بايرام بايرام، ماما خلينا نخبر الشرطة فورا. لا تخاف حبيبي، ألو جينجو، كأنه في حرامي فايت على البيت وأنا مو عرفانة شو أعمل. آه تمام، نازلين فورا. يلا تعال مراد. على مين عم تدوروا بالضبط؟ صباح الخير اختي، انت عايشة هون من زمان؟ ايه، وليش عم تسألوا؟ عم ندور على صاحب هذا البيت. وشو بدكم بصاحب البيت؟ في شي يعني؟ هو رفيق قديم إلنا. ايه بس انا ما بعرفكن ابدا اختي. نحن بدنا صاحب البيت، صاحبه. سكوتوا لك ولا بكسر راسك والله. اختي لو سمحتي اهدي، رفيقي ما فهم عليكي. هذا البيت إليك؟ هالبيت إلي من 40 سنة. طيب إذا سألناك عن مستأجر قديم رح تعرفي؟ جرب اسأل لنشوف إذا بعرف مين هو ولا لا. اسمه حكمت، استأجر البيت من 7 سنين، بتعرفي؟ حكمت كان عنا، بس ما بعرف إذا من 7 أو 10 سنين. كان زوجي وقتها لساته عايش وكنا بغير بيت، إجا واستأجر هذا البيت ودفع الأجار سلف وما عاد رجع لهون أبداً، ترك وراح. كان معه حدا؟ ما بظن، القصة صار لزمان ما بتذكر. معه بنت اسمها هاندا، طولها متوسط، سمراء وحلوة وجذابة. بنت؟ لا ما شفتها أبداً. في حدا غيره إجا لعندكم؟ لا ما إجا حدا بعده، كله راح. على كل حال نحن آسفين على الإزعاج، يومك سعيد. شو يعني؟ ما فهمت شيء. إجا استأجر البيت ودفع أجرته وراح. مين هاد حكمت يا رجال غريب؟ ما رح نعرف شيء هون كاظم، امشي. إن شاء الله العالم اليوم رايحة جاية، ما في بالعادة. خير يا ابني؟ تفضل.
هاندا؟ خالتي نظمية؟ مين هالرجال؟ أنا أخوك ساركان؟ أنا ما عندي إخوات. أنت مين؟ أنا ما بعرفك. تعي بنتي، رجع لك وجع الراس ما؟ شبه راسي، راسي عم يجعني، لازم روح نوم. هاندا وقف. ما بقدر ما بقدر، هي اختي ما بقدر. من وين انت بتعرفها لهاندا وعم تقول اختك؟ فهمني احكي لي. زهرة سامحيني يا بنتي، كنت مجبورة من شانك. نحن لازم نهرب حتى تضلي عايشة. زهرة زهرة زهرة، ليش رجعت غمضت عيونها؟ قدير البنت صار لها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء خالتي شيرمين، هي بس فقدت وعيها، بعد شوي بتفي، لا تقلقي. كان ضروري تعمل فيها هيك؟ فيكي تقولي هالكلام لبنتك بس تفي، واساليها ليش ما اجت لحالها، ماشي؟ قومي نمشي. زهرة سامحيني، سامحيني يا بنتي، سامحيني. إجا رجال كبير اسمه حكمت، تركها وراح وما عاد رجع أخدها. بعدين مرضت كتير، شو أعمل؟ لو أنت مكاني شو بتعمل؟ تتركها بالشارع؟ خليتها وأخدتها من دكتور لدكتور سنين طويلة حتى صارت مثل ما شفتها. ما خطر لك تدوري على عائلتك لهالوقت؟ وليش حتى أسأل؟ مو أنتوا اللي تخليتوا عنا؟ وهلأ بيوجع راسها من فترة للتانية، ما بتتذكر شي من حياتها القديمة. هي بنت كتير هادية، تعودنا على بعض أنا وياها يا ابني. الحق علي، أنا رح صلح كل هالشي وحد. آخ وأخيراً، ما عم صدق إنه رايحين وخلصنا كل شي. زهرة لسه ما فائت؟ ما رح يصير لها شي. يعني طبيعي يصير فيها هيك؟ ماما شيرمين انتي ليش بتنقي كتير؟ ما راح يصير لها شيء، هلا بتفي وبيرجع لها وعيها، لا تخافي. بتحكي وما عاد تسكتي. مين ما اتصل سكر التليفون بوشه، أكيد هذا كينجو عم يتصل، أعطيني التليفون، أعطيني خليني أكسره. خيال عم تتصل لازم لك لا تردي، هاتي التليفون. طلع قدامك يا ربي دخيلك. ألو؟ أوف الحمد لله وأخيرا رديتي. ألو؟ خيال؟ خالتي شيرمين؟ نحن مشغول بالنا على هاندا، ليش مو هي اللي ردت على تليفونها؟ خالتك شيرمين؟ سكر التليفون بقى، سكري. طلع قدامك. لك عمل لك سكر التليفون يلا. هذا صوت قدير ما، شو صاير عندكم؟ بنتي نحن رايحين وأخدين زهرة معنا. شلون رايحين؟ لوين رايحين؟ خيال مين يلي رايح؟ رايحين لمكان بعيد وما عاد نرجع لهون. خالتي شيرمين لحظة، وين رايحين؟ فيك تخبريني؟ ما عندي حل ثاني خيال، ما فيني اترك زهرة عايشة عند عيلة كورت أغلو أكتر من هيك بنتي، يعني ما عاد فيني خلي زهرة تاخد مكان هاندا أكتر من هيك. ما حدا بيعرف شو عملوا ببنتهم، وبالنهاية بجوز يأذوها لزهرة كمان. مين بتكوني انتي؟ خيال شو صاير؟ شو عملوا بهاندا خيال؟
طلعت زهرة بنتها؟ خيال أنا عم أسألك شو صاير فهميني؟ أمي؟ شو حبيبي؟ لك أنا رح جن خيال جاوبيني أنت ليش ساكتة؟ جينجو قصة شوليا هي اللي رح تخبرك كل شيء. يعني ما رح تحكي لي شيء؟ شو صاير هاندا؟ شو صاير؟ أنا مالي هاندا. أنت بتعرفيها؟ لا ما بعرفها. لا أنسى زهرة قصدي نفس اللي بتنادوا لها أنتو هاندا. أنا خطيبة. خطيبة؟ هاي الحقيقة. أنا خطيبة. طيب لكان شو راح تقولوا عن هاي الصورة كمان؟ بتكذب الصورة شي؟ هاندا شو صاير؟ وقفي وخبريني ليش هيك عم تعملي؟ ما في شي بنوب. هاندا استني واحكي شو عم يصير فهميني. أنا عندي كتير حكي لازم أحكي لك يا أساساً فيك تحكي لي كل شي. شو صاير هاندا؟ قولي شو ما بدك تقولي. هاندا شو ما كان اللي بدك تقولي ما رح يمنع حبي إليك أبداً. يلا أحكي. شو ما كان؟ انبسطتي؟ خربتي كل الأمور. ارتاح راسك؟ ليك في رجال أخذ التليفون من خيال وسمع كل شيء قلته. كتير منيح. قلت لك لا تردي على التليفون. ما بتردي؟ ما فيك تخبي شي بتمك. اي والله مانك معقولة. اكيد هاد يلي مع خيال هذا الاجدب جينجو. بس منيح هيك. منيح خليه يسمع كل شي. من هلا ورايح رح ينساها. حبيبتي شوفي انت بخير يا بنتي؟ شو صاير؟ كيف يعني شو صاير؟ ليكن رايحين. لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ ما رح وقف أبداً. شو مجنونة؟ كل شي انكشف خلاص. الكل عرفوا إنه رايحين. أنا ما رح روح لمكان هاندا لساتة عايشة. أنا بدي أنزل وقف السيارة. ولك كيف عايشة يا بنت؟ ما أخوها قتلها ما بتعرفي؟ شو عم تحكي أنت؟ فهمي شو عم أقول. هذا تسجيل الفيديو في اعتراف منه شخصياً بيقول فيه إنه قتل أخته. سيد جينجو ليش ما عم تفهم علي؟ قلت لك قصة شوليا تعبانة كتير وعم ترتاح. قلت لك فيقية. ما بقدر فيقها. شو القصة؟ ليش هالضجة؟ جينجو خير؟ شو في؟ هلأ بدك تخبريني شو عملتوا بهاندا. جولين فيك تروحي هلأ. شو؟ بعرف إنه البنت اللي جبتيها مانا هاندا. شو عملتوا بهاندا؟ لا عاد تخبي شي ست شوليا. أساساً زهرة راحت لعند أمها. الكل صار بيعرف اللي صار. لك أنتوا أي نوع من البشر أحكي؟ لك أنتوا كيف بتعملوا هيك؟ ليش كذبتوا علينا؟ ليش؟ ليش خبيتوا الحقيقة عنا؟ أحكي يلا. روح أسأل أبوك هالسؤال. لا تسألني أنا. قلت أنا لازم روح. وين بدك تروحي؟ ليكي لا تخليني اندم إنه أعطيتك هالفلاشة هلا. وبلكي عملوا لك شيء إذا رحتي. خلص بلا ما تروحي. بدي روح واجه هديك العائلة لآخر مرة، بعدين رح سلم هذا اللي بإيدي للشرطة، هيك منخلص. لك مشان الله، قتلوها للبنت وبعدين حطوكي مكان هاندا حتى ما حد يعرف اللي عملوه. فهمي؟ شو إلك شغل بهداك البيت؟ هديك الحياة الكل كذب. شيليها من راسك. شيليها.
يلا أختي. وين أمي؟ جوا. ساركان، ساركان جنجو اكتشف كل شيء. يمكن هيك أحسن. ليك بكفينا العذاب اللي عشناه 10 سنين. بكفي، تعبت كتير. أمي اهدي. خلص، اللي بده يعرف يعرف، مو مهم. أنا ما عاد فيني أتحمل. ماشي أمي اهدي. ما بقدر. خلص يا روحي اهدي. ما بقدر، بكفي هيك. نحن دفعنا الثمن. أنا دفعت وأنت دفعت، تدمرت حياتنا ابني. ماما شوفي مين جبت لك معي. معقول أنا عم بحلم؟ هاندا؟ هاندا؟ عايشة؟ أنت عايشة؟ هاندا؟ أنت؟ بنتي عايشة؟ بنتي يا روحي. بنتي حياتي هدى. إن الرقم المطلوب مغلق حالياً أو خارج نطاق التغطية، يرجى الاتصال لاحقاً. الله ياخدك يا كاظم لارتاح. لك شو اللي عم يصير؟ معقولة الرجال عم يدبروا مكيدة ضدي؟ جينجو؟ ابني؟ كيف بتعمل هيك؟ كيف بتعمل هيك بالبنت؟ ابني كله كذب، كذابين عم يفتروا علي. حاج بقى تكذب علي. لا تكذب علي. قديش انت رجال سيء، قديش انت انسان فظيع. جينجو جينجو جينجو، روح على جهنم. يلا موت موت موت. ما بيشرفني يكون عندي اب مثلك. ما رح أعملها، ما رح أقتل واحد حقير مثلك ووسخ إيدي. ابني ما عاد عندك ابن، ما بتستاهل تكون أبي. إذا كان باقي عندك شوية ضمير بتروح بتقتل حالك.
حبيبتي، ممكن أحكي معك شوي؟ طبعاً. بنتي، بعرف أني أنا زعلتك وكسرت لك قلبك، بس بتعرفي أني كنت مكتئبة كتير، والأمهات لما يكونوا زعلانين بيعملوا هيك قصص، بس أنا ما بقصد يا روحي. أنا أساساً ما كنت زعلانة منك، عادي. شو هالبنت اللي عندي أنا؟ ها؟ قديش أنا محظوظة؟ أنت بنت كتير حلوة، رح خليكي كتير سعيدة وما رح زعلك أبداً، هذا وعد مني. زهرة بنتي، شوفي، تعي شوفي، بنتي طلعت عايشة، هاندا طلعت عايشة. هاندا، أهلين برجعتك. يمكن مالي مستوعبة، بس انتي عطيتيني حياة. أنا رغبتي كانت اللي عمل فيكي هيك يتعاقب. رجعتي لبيتك والتقيتي بعائلتك، بس بتمنى اللي عمل فيكي هيك ياخد عقاب. زهرة،
أفضل عدالة بالحياة هي الضمير. لما الكل عاش مع ضميره أنا وين بروح؟ ما عندي مكان روح عليه أو حتى باب دق عليه. أنا ما عدت حدا، وهلأ شو صار اسمي؟ قلتلك ما رح أتخلى عنك زهرة. Kim oldun? Ne yapalım?